السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم وفاء من ديلي صباي وفاء، نتمنى تكونوا بألف ألف خير. اليوم بغيت نشارك معكم هاد الكغاطا اللي كندير في الفران، كيجي زوين ومفيد او ميم طو. المهم غادي ندوز باش نسلق البروكولي وعاد نكمل لكم باقي التفاصيل. غنعطيكم المقادير وغادي ندوز باش نوريكم الطريقه. المهم غناخد البروكولي، غادي نسلقه مع الماء والملحه، وغادي نصفيه ونخليه على جنب. غادي ناخد هاد البصله كبيره نقطعها، المهم اللي ما عندوش بصله كبيره يدور جوج صغار. هاد البصله غادي نقطعها صغيورين، عندي واحد شويه ديال الربيع، عندي جوج ريوز ديال الثومه، القزبر كارم ومطحون، شويه ديال السكنجبير، ابزار مليحه والزيت، وواحد 200 غرام تقريبا ديال الكفته. اللي بغيتو يا البقري يا لادان يا الغنمي، على اللي عندكم متوفرت يمكن لكم تخدموا به، ولا ما كانش عندكم يمكن لكم تخدموا حتى ب لادان ولا الكفته ديال الدجاج، المهم على حسب شنو عندكم خدموا به. غادي ندوز نسلق البروكولي وندوز باش نشوفوا باقي الطريقه. هانتوما البنات، هنايا درت الماء وغادي ندير شويه ديال الملحه وغادي نديرو فوق البوطه يتسلق، يا بخي ندوز باش نشوفو التفاصيل. هنا البنات غادي نوجد، ندير درت البصله قطعتها، غادي ندير الزيت، غادي ندير مليحه، وهاد الثومه، شويه القزبر، الابزار، وسكينجبير، والربيع، وغادي نخليهم كيتشحروا، ومن بعد غادي نضيف الكفته. هانتوما معايا، هانتوما البنات، بعد ما تشحرت البصله دابا غادي ندير الكفته ونخليها تطيب عاد باش نكمل لكم شنو باقي. البنات هنا غادي ندوز باش نحضر لاصوص بيشاميل. غادي نحتاج لها واحد معلقه ديال الزبده، جوج معالق ديال الفورس، ملح، ابزار، والحليب. الكوزه ما غنديرهاش، اللي كيبغيها يديرها. عباش نكملو، اول شيء غادي ندير الزبده وغادي ندير مليحه وغادي ندير الابزار غادي ندير الزبده تذوب عباش ندير لافارين ونبقى نحرك ونبدا نضيف في الحليب بشويه بشويه. هانتوما البنات، هاي الزبده هنا بدات كتذوب. غادي ناخد غربال وغادي نبدا ندير في الطحين باش ما يتكورش ليا، ضروري خصني نغربلو. وغنبقى نحرك. هانتوما البنات، خاصة ليكم بحال هكا، غادي نضيف الحليب ونبدا نقرب، غادي ترخف. بسم الله. هنا البنات كملت الحليب كامل وغادي نبقى نحرك حتى تبدا كتختار. المهم هانتوما معايا. الناس البيشاميل بزاف الناس كلشي كيعرفوا ليها، دونك انا كنهضر مع المبتدئين، ما كنهضرش مع الناس اللي معلمين. الناس اللي معلمين الله يسخر ليهم، المبتدئين اللي ما كيعرفوش ليها. انا وريتكم كيفاش كتصايب لاصوص بيشاميل. البنات ها هي البيشاميل مني عقادت، دابا غادي ندوزو باش نقادو الكغاطا باش ندخلو الفران يتحمر. هانتوما
هانتوما البنات، هنايا خديت الفخوماج حمر حكيته، هنا البروكولي سلقته راك شفتو معايا الطريقه، ها هي الكفته بعد ما طابت، وحتى البيشاميل ها هي. دابا غادي ندوز باش نقادو. هنا غادي ندير البروكولي هو الاول، غادي نضيف الكفتة، ومن بعد غادي ندير البيشاميل. من بعد ما دهنتها بالبشاميل كامله غادي نرش عليها الفرماج وندخلها للفران طيب ونطلقها. ومن بعد باش نوريكم الشكل النهائي ديالها، راه كيجي زوين البنات، غير زعمو وجربوه. حتى الناس اللي ما كياكلوش البروكولي راه كيجي في هذا الكغاطا زوين. مكان ها هو الكغاطان ديالي وجد. هذا هو الشكل النهائي ديالو. ونتمنى تجربوه ويعجبكم حتى نتوما. وشكرا لكم، وما تنساونيش من جيم وابوني، والناس اللي دخلوا جداد يضغطوا على الجرس. دونك هاد الهضره غتبقاو تسمعوها في اي ما نحط شي فيديو، غادي تبقاو تسمعوني كنطلبها منكم فضلا وليس امرا. وهذا ما كان.